يكشفها لنا منذ البداية مع هالرواية. أهلا بها، أهلا لنا، هذه الحكاية، هذه فيها الخفايا، من سيكشفها لنا منذ البداية مع هالرواية. أهلا بها، أهلا لنا، اروي الحكاية كالقمر لنستنير بالعبر، اروي الحكاية كالقمر لنستنير بالعبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايبي الحلوين في برنامج حكاية جنى. اليوم راح أحكي لكم حكاية جديدة وإن شاء الله تعجبكم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في قطة صغيرة كتكوتة اسمها أطقوطة. كانت أطقوطة ما تحب ولا إشي بحالها، دايما تقول ليش أنا هيك، ليش أنا مو حلوة، وكانت تشوف كل حيوانات الغابة أحلى منها وأحسن منها. وفي يوم طلعت أطقوطة تتمشى بالغابة وشافت السمكات كتير حلوين وتمنت تكون مثل السمك، وشافت العصافير قاعدين بيطيروا بالسماء وتمنت تكون عصفورة بتطير معهم. بعدين شافت الخرفان وقالت فكرة كتير حلوة إني أكون مثل الخرفان، وراحت دورت عندها بالبيت على صوف 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 ولقت بلوزة صوف ولبستها وراحت عملت زي الخرفان. بس ما قدرت تكمل، ما قدرت تتحمل الشوب لأنه كان كتير شوب وحر، درجة الحرارة كانت كتير عالية. قالت أنا ما بقدر أكون مثل الخرفان لأنه هم بستحملوا، بس أنا ما بقدر أستحمل الشوب. شالت البلوزة عنها كملت تتمشى بالغابة، وبعدين شافت بطات قاعدين بسبحوا بالبحيرة وقالت لازم أروح أسبح معهم أكون زي البطة، وراحت تسبح معهم. فجأة وهي بتسبح غرقت بالمي، وبعدين ركضت 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 على الأرض، طلعت من البركة ونفضت حالها من المي لأنه انزعجت إنه ما في حدا بتقدر تكون مثله. وقعدت تمشي بالغابة وتمشي، فجأة لقت أرنوب قاعد بنط 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 بياكل جزر. قالت لازم أكون مثل هذا الأرنوب، وقعدت تتنط تنط مثله. وبعدين أكلت لقمة جزر بس ما عجبها طعمه، مو أبدا أبدا مو زاكي، قالت ومشيت حزينة. وبعديها لقت شجرة وقعدت تحتيها وقعدت تغني مياو 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 مياو. وفجأة طلع لها القرد من فوق الشجرة، نزل عندها قالها يا أطقوطة يا أطقوطة انت صوتك كتير حلو. قالت له عن جد صوتك كتير حلو؟ قالها صوتك كتير حلو، مع السلامة. تركها القرد وراح الشجرة. والقطة قعدت تقول الحمد لله لقيت اشي حلو فيني، بس لا 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 ما بكفي ما بكفي، بدي اشي اقوى. وهون سمعت القطة صوت حدا بستنجد من بعيد وركزت ركزت بالصوت، بعدين لحقته وركضت ركضت ركضت ولحقته. وصلت لقت مرة كبيرة عجوز قاعدة بتصرخ بتطلب المساعدة عشان في أفعى صغيرة بدها تهجم عليها وتقرصها. وركضت القطة وهجمت على الأفعى وخرمشتها وعضتها وقتلتها، والعجوز شكرت القطة عشانها ساعدتها. قالت القطة للعجوز لا أنا المفروض أقولك شكرا عشان أنتي عرفتيني على أشياء مميزة فيني. ردت عليها العجوز وقالت لها طبعا
ما في حدا بيشبه الثاني، وكل مخلوق في الدنيا له أشياء بتميزه. وهون منكون استفدنا من هاي القصة إنه كل واحد لازم يكون واثق من نفسه إنه عنده أشياء بتميزه عن الثاني، وما مو كلنا بنشبه بعض. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، بشوفكم بحلقة تانية مع قصة تانية. مع السلامة.